السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن Confusional Neural Network أو الشبكات العصبية الترشيحية. دي نوع من الشبكات العصبية، ولو هي كبيرة ومعقدة بيبقى نوع من أنواع Deep Learning أو التعلم العميق. دي بتفيد في إن احنا نتعامل مع الصور زي ما انتم شايفين أو الفيديوهات وساعات الصور الأصوات كمان. وفي أدوات مثلا زي CNN Explainer اللي احنا فتحناها دلوقتي، هو بيفهمك الفكرة بتاعتها. ممكن يكون دي مثلا مكررة أكتر من مرة، فده بيبقى نوع من أنواع الديب ليرنينج، بتبقى معقدة أكتر من كده كمان. فهي هنا هنشوف بس فكرة الشبكات ازاي تتفاعل مع بعض، وازاي بيتم معالجة المدخلات دي، المدخلات والمخرجات اللي هي في الآخر خالص. ازاي بيحصل إن أنا مثلا هنا ببدأ أخد المعلومات من كل دول، تمام، لهنا مثلا او لهنا او، تمام. وطبعا هو بيبدا يبني من خلال المعلومات اللي خدناها ديت، وفي الاخر بيبقى في مخرجات معينه، وكل المرشحات بيبقى ليها تدخل او ليها معالجه بنسب مختلفه. كل مرشحات بيبقى ليها مساهمات، وفي ده التفعيل اللي هي اكتيفيشن فانكشن. فدي بتفيدنا ان احنا نبدا نفهم الفكره بتاعت النيورال نتورك او CNN. طيب ممكن مثلا اختارنا ديت، بعد كده مثلا هنختار ديت وهكذا. فبيبدأ هو يبني من المعلومات اللي فاتت كلها من الانبوت لحد ما في الاخر بتكون صورة. انا لما بقول له انا عايز اكون صورة، بيبدأ ياخد صور من اكتر من مكان ويكون لنا صورة اللي احنا بنفكر فيها. أتمنى يكون الموضوع واضح، فكرة الشبكات العصبية الترشيحية. هنا مثلا هيبدأ إن هو بيكون بيعتمد أكتر على الريد رينج بالشكل دوت، بحيث إن في الآخر يطلع لنا الأوتبوت.